السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدراري مرحبا بكم في قناة ياسين. كما كتعرفوا راه القناة راه القناة ديال ولاد الشعب، والقناة ديال الدراري، يعني اللي بحالنا اللي قاع مقود علينا وقاع مكرفسين مع الوقت. المهم الدراري حنا كنديروا شي حل باش كيفاش نقودوا السويع وصافي. المهم الدراري اليوم راه ما كان ما يتلعب، يعني كانوا دوك الجماعتات انا ما بان ليا ما تلعب الجماعتات، ما كنبغيش نلعبهم حيت انا لعبي عندي واحد الطريقة اخرى كنلعب بها. وجوج ماتشات ما غادي يديروا والو، كنبغيو الماتشات يكونوا بزاف باش يلاه تلعب، باش الا مشات لك ورقه تعوض بحاجه اخرى. وهادي دابا كانوا الماتشات اللي مشاو لينا ما عندنا باش نعوضوا. المهم اللي كيعرف لعبي راه لعبي هو لعبي انايا، هذا هو اللعب ديالي انتوما غتشوفوه. يعني كما كتشوفوا هنايا انتو راه داير انا اطلانتا، يعني تمارك البيت الثالث. هادشي ديال نهار الاربعاء، هادشي يعني دخلنا فلوس ديال بصح. يعني اطلانتا تمارك البيت الاول، البيت الثالث ماركاتو دخلنا 40، وكنت لعب معاها 10 ديال جيفونتيس، يعني بحال ربحنا 20. هنا ربحنا 8.75 دولار. هنا كما كتشوفوا في هذا الماتش راه عندكم بيتيز، يعني درناها تماركي البيت الثاني ماركاتو، وبوردو تماركي البيت الخامس ماركاتو، ستراسبورغ تماركي البيت الرابع ماركاتو، ستراسبورغ تماركي البيت الثالث هي دخلات. هنا عندنا راه الراجا تماركي البيت الخامس اخر بيت ماركاتو على الجديد، هذا هو دخلنا فيه 50 دولار. الراجا تماركي البيت الخامس هنايا تاني 50 دولار. هنا البيت السادس وهنا البيت الخامس، حنسالا الماتش بربعة جوج ست البيوت. هذا البيت السادس عطاتنا 50 دولار، وهذا البيت الخامس عطاتنا 47 دولار. هنا الدفاع تماركي البيت الرابع كما كتشوفوا قدامكم عطاتنا 21 دولار. هنا الراجا تماركي البيت الثالث عطاتنا 34 دولار. عندكم هنا البارسا يعني تماركي البيت السادس عطاتنا 20.50 دولار. ولعبت وراقي بزاف، يعني ماشي غير هادو ديال البيوتا. انا الماتشات اللي كنلعب عليهم هاد اللعب كنعرف غيكونوا فيهم البيوتا. انا غير الماتش ديال الجديده وديال الرجاء ربحت فيه تقريبا شي 85 دولار بوحدهم. المهم كما كيقولوا شي وحدين عندهم شي قنوات، حنا ما كنبغيوش نوري وراقينا و باش مش تقولوا كنعيقوا علينا. حنا ما كنعيقوا على شي واحد، حنا كنوريو بنادم وراقينا باش كنوريهم الطريقه ديال اللعب. اما بنادم اللي ما كيربح حتى شي ورقه اصلا ما عندك ما توري، فهمتي؟ واخا يكون عندك اوراق اش توري، توري مراقي كاع شي على فيهم بوله حمراء. بنادم ما كيدخل حتى شي حاجه وبدا يقول انا لا ما كنبغيش نوري الوراقي، لا وريهم السي، وري الوراقي اللي كتربح. حتى كتقول لهم كنربح الوراقي بزاف وكنربح 10 ورقات 12 ورقه، واجبد لهم دوك الوراقي ووريهم، ووريهم كيفاش كتلعب باش بنادم حتى هي تستافد، وبنادم كلشي يستافد منك، هو اللي يلعب معاك بحال داك اللعب، هو اللي يربح حتى هو المسكين بنادم اللي كيخسر، فهمتي ولا لا؟ ها هما الوراقي اللي كنلعب انا. هاد البيوتا الدراري، هاد البيوتا راني وريتها لكم نهار الثلاث، يعني في الماتشات ديال الالمان كلهم دخلتهم. وهاد الماتشات كما كتشوفوا هنا راه كلشي دخل، يعني كيبقى داكشي ديال بنادم خاصو يكون يتفرج ويكون كيشوف في الماتش ويلعب، يعني ساهله. اللي انا كنلعب ب10 10 اللي ما عندوش يلعب غير ب3 3 دولار 3 3 دولار غترجع لك 6 دولار وغتربح واحد 5 دولار ولا 7 دولار واخا هذا بحال هكاك، وغادا بحال هكا كتربح 3 من 4 من هناك ترجع فلوسك، ولكن كتمشي للماتشات اللي كتكون عارف فيهم محركين. انا جديده كنت عارفه مع الرجاء، وقلت لكم داك النهار قلت لكم الماتش ديالهم راه غيكونوا فيه البيوتا بزاف، وديما كيكونوا فيه البيوتا، راه قلت لكم وقلت لكم راه غيماركيو جوج وغيكونوا فيه البيوتا. انا عارف الماتش ديال الرجاء جديده، انا ود جديده ماشي 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 شي واحد يعني ساكن شويه، انا كنعرف جديده كيدايره مع الرجاء، وجديده كيدايره مع الوداد، وجديده كي كتلعب يعني كتكون واحد هاد القيتاليه ديال المعقول. والماتش ملي كيبان لك انا علاش كنمشي نلعب على بحال هاد الماتشات، كنلعب انا على الماتشات اللي الفرقه كتكون خاسره وبالاخص كتكون في بلادها، فهمتوا كيفاش ولا لا؟ كتكون في بلادها، راه داكشي كيمشي بالمنطق. يعني انا كنتفرج الماتش الفرقه الاخرى باغا تموت باقي الوقت، يعني الماتش باقي فيه الوقت، انا راه بديت كندخل في البيوت من بروميير ميطا، دخل جديدات ماركي البيت الثاني كيما شفتوا، ومن وراها الدوزيام ميطا غير بدات وبديت لاعب عليها. المهم الدراري اسمحوا لي، المهم الدراري يعني كتمشي للماتشات فرقه خاسره بواحد ولا خاسره بجوج لواحد وفي بلادها، يعني خاصها ضروري تطلع كتبغي تجيب البيت. كونوا على يقين الدراري، يا اما غتضرب البيت يا اما غتقول في كونطرات غيضرب على البيت كما طرات جديده. جديده بقات مركه عليهم مركه عليهم مركه عليهم، حتى جابت التعادل وجابت البيلانتي كانت غتولي رابحه بثلاثه لجوج، وبقات طالعه باغا تماركي بيت الرباع فاش كانوا متعادلين، قولبوهم في الكونتر اتاك الاولى وعاودوا قولبوهم في الكونتر اتاك الثانيه. المهم الدراري هذا هو الموضوع ديالنا، الكونيكسيون راه ما عرفتش مالها، باغي ندخلوا غير الماتشات ديالنا، عرفتش هاد الويفي هذا مالو مريض.
او يقتلوك بديك اتصالات المغرب الرائد في عالم الانترنت. اش من رائد اش وحالتك كي دايره انت؟ راه ببوشه تسبقكم في هاد الكونيكسي وحشومه هادي كونيكسي وهادي انت ويفي والويفي يا عباد الله ما يتسالونا ما نتسالو ما نشوف شو شو الويفي انت تبقى الدور 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 كيديروا لك دواء خاطر كيديك النعاس. المهم دراري انا نوقف الفيديو بما رجعت الكونيكسي ومش ندخلوا الماتش ديالنا. راني عازل 14 ماتش غدا راه الجمعه قلت لكم راه ما كنستفيدش بها وما كنحملش بلعب فيها على قبل داك الدوزيام ديفيزيون ديال فرنسا ما كنحملوش هو اللي كيكون. وثاني حاجه كيسبقوا لينا دوك الماتشات دوك المعوقين يعني دوك الماتشات العيانين كيلوحوا نهار الجمعه. غدا الماتشات شكون كاين؟ كاينه ليل ونيس ديال فرنسا. في الالمان عندنا هانوفر وعندكم لايبزيغ. لايبزيغ راني كديك المره قلت لكم ديسيلدورف راه غيتماركو فيه البيوت هو ولايبزيغ ولكن ما توقعتش لايبزيغ كتربح. لايبزيغ راه خاسره خمسه الماتشات متابعين برا ما رابح حتى شي ماتش برا في بلادها. برا بلادها ما رابحش حتى ربح داك النهار ديسيلدورف. ديسيلدورف ضربت الباير ضربت دورتموند ما خلاتش كون ضربت وجات حتى داك الماتش هي خسرت ب 4-0. يلا راه ما كتفهم والو في ماتشات هادشي علاش قلت لكم انا وليت نلعبوا على البيوت. انا لشي البيوت اللي كنهضر على هادشي راه ما ناسيش الدراري ديال الباقيين اللي كيلعبوا في ماروك دي جو دي سبور. انا الله يهديهم وبغيناكم كلشي يولي يلعب في البيت. راه يعني كاينين شي وراقي كيوريهم ليا الدراري كو كان في البيت يعني غادي يصور فيه فلوس صحيحه. يعني ماتش جا حتى الاخر ندخل ست الماتشات وماتش حتى الاخر تضرب ليه بيت تقاولف فيها. يعني ديك الورقه كنتي لعبها بماروك دي جو دي سبور تاخذ الكاش اوت وتخرج بحالك ورابح بخير وعلى خير. ما تبقاوش تسناو في ديك ماروك دي جو دي سبور. شحال واحد كيسولني على ديك يعني على بليس 1.5 و بليس 0.5 ماروك دي جو دي سبور. كونوا هانين الدراري هذيك راه ما كايناش ماروك دي جو دي سبور. كاينه في الماتشات اللي كيبغوك هما تلعب عليهم هذيك اللعبه ما كيخليوكش انت تختار اللي بغيتي. لا كيعزلوا لك الماتشات اللي تلعب عليهم بليس 1.5 و بليس 0.5. المهم الدراري الماتشات اللي غادي نحط ليهم انايا راه الدراري اللي كيلعبوا في البيت والدراري اللي كيلعبوا في هادي. راه ما عمرني حطيت شي ماتشات انا اصلا وما كانوش فيهم البيوت. انا كنحاول نمشي لدوك الماتشات اللي كيكونوا فيهم البيوت يعني كيكون فيهم اغلبيه من جوج بيوت والفوق. يعني اغلبيه كيخرجوا بليس عاديه يعني بليس 2.5 وقليل اللي كيخرجوا بواحد الواحد. ولا ليفربول داك النهار قلت لكم تشيلسي كما قلت لكم داك النهار عقلت والدراري قلت لكم تشيلسي بعدوا عليها وتوتنهام بعدوا عليها. توتنهام راه رجعت حتى الاخر راه خاسره بروميميتا وبقات خاسره حتى الدقيقه 74 مع 76 عاد باش مارك التعادل عاد باش من وراها مع الدقيقه 84 مع 86 عاد باش ضرب جبيت ربح. المهم المانشستر يونايتد تعادلات بجوج جوج راه كوارث. راه قلت لكم ديك النهار وقلت لكم بعدوا على هاد تشيلسي وبعدوا على هادي والحمد لله تشيلسي وانا راه ضربت معاهم حتى هما فلوس صحيحه ضربت معاهم فلوس صحيحه. انا نجبد لكم يعني الاوراق اللي لعبت عليهم. لعبت على بورمونت ماركي لعبت على اللي كانت لعبه مع كريستال بالاس هي ماركي البي دي التعادل يعني الا ماركي البي في الماتش هو ماركيتو. ابي ما رجعت الكونيكسيون نجبد لكم التصاور نشوفوهم ونوريكم اللعب اللي هادي باش بنادم اللي بغى يلعب عليه راه ماشي تشوفوني انا كنلعب ب 10 دولار 10 دولار تقولوا لا خاصنا 20 دولار باش نلعبوا. لا كنلعب عليهم بجوج جوج اخويا راه جوج جوج عن عاطينا الكوطي هذيك ثلاثه ماركي والاخرى عاطينا ربعه غتعطيك 8 وغتعطيك 6 يعني 6 لا رجعتي السعر مرجع جوج جوج ورابح جوج دولار. جوج دولار بارده فهمتي ولا لا؟ جوج دولار باقي الوقت كتلعب بالدقيقه يلاه 60 دقيقه 66 كتلعب على البيت فين البيت كتبقى غادي تجمع بشويه بشويه. هاد البيت الدراري اللي بغيت نفهم ما تاخذوش دوك الارقام راه كاين واحد الديفو دابا كيديرها بنادم راه كلشي غيقول ليا وغيقول ليا عندك الصح. ملي كنلعبوا حنا ب 10 انا نعطيكم مثال حنا كنلعبوا سياب 6 ب 5 حنا نديروا لعبنا ب 5 دولار لعبتوا ب 5 دولار كاينين شي وراقي شي دراري كيعطيهم في كاش اوت 20 26 ما كيبغيش ياخذ كاش اوت 26 كيتسنى في 80 ولا 100 راه الدراري انا عطوكم 20 راه 20 فرانك راه 4000 راه ما تنساش فاش كنتو ماروك دي جو دي سبور الا ربح شي ورقه فيها 1000 ريال راه كتبدا تنقص بالفرحه. واش الناس باقا الورقه ما داخلاش لك وباقي الماتشات ما ساليينش ومربحينك 4000 ريال 20 وما باغيش تاخذها راه 20 الدراري ما تاخذوش نتوما ديك ديال 20. حنا كتجيني 20 بحال دماغك داك كما كنقولوا حنا العقل الباطل اللي كيقول لك 20 درهم راه ورا 20 فرانك هذيك اصاحبي راه 4000 ريال وراه شوما صاحبي واش ورقه عاطيك 4000 ريال وما باغيش تاخذها. راه كنعرف الناس انا اللي كيلعبوا ب 4000 درهم 5000 درهم باش يربحوا 2000 درهم مغامر ب 4000 درهم باش يربح 2000 درهم كاين اللي مغامر ب 1000 درهم باش يربح 300 درهم وانت راه لاعب غير ب 5 دولار 50 درهم مربحينك 4000 وما باغيش تاخذها. راه بزاف ثاني الدراري حيدوا منكم هذه القاعده يعني دير في دماغك شي اللي عطاوك 7 دولار راه 70 درهم
راها 70 درهم بالنسبه لكم نتوما، انا بغيت بنادم يربح هو اللي يبيع ليا باش حنا نقصوا شويه من الثمن. انا لحد الان ما كيبيع لي حتى شي واحد، كاين واحد جدري هما اللي كيبيعوا ليا، ولكن فين انت هما كيبقاو خدامين مده طويله باش كيجمعوا 120، يعني كيمشيو دقه دقه وبقى تسنى فيهم هما تيبيعوا لك 120 وهادي. حنا بغينا بنادم يولي يبيع لينا، خلي لك راه شتي راس المال باش تلعب، ما تبقاش تعاود تشري من عندي انا، خلي لك راس المال باش تلعب وبيع لي داكشي اللي عندك شايط. واش فهمتوا كيفاش الدراري ديكور ولا لا؟ حنا بغينا كلشي يولي يربح اصاحبي، بغينا كلشي يولي يربح. المهم الدراري انا نجبد لكم هما الدراري هنا كما كتشوفوا، هذا راه الورقه ديك النهار شوفوا لعبه غير ب 4 دولار عطيني 131 دولار، يعني مشاو ليا فيها جوج ماتشات. البارسا هنا راه دايره رابحه كما كتشوفوا، راه ربحات يعني البارسا راه ربحات. عندكم هنا ليفربول، ليفربول داير ليها يعني درت ليها انا ليفربول تربح راه ما ربحاتش. وهنا سبورتينغ ليشبون راه بقات واحد لواحد حتى الاخر وتعادلت بواحد لواحد، يعني شوفوا البيوتا كلشي دخل، هادشي علاش كنقول لكم شوفوا البيوتا شوفوا. يعني ليشبون كدرت لي بليس 1.5 وليفربول درت لي بليس 1.5 راه غتدخل ليا الورقه، فهمتوا كيفاش ولا لا؟ انشو شوفوا هنا انشو يعني هاي سومت هامبتون يعني بليس 1.5، توتنهام دخل، فيرونتينو روما بليس 2.5 دخلات. هاد الماتشات اللي لعبتهم كان باقي ما بادينش. عندكم اتلانتا وجيفونتيس بليس 1.5 دخل فوق من هلهي. يعني هنايا ستراسبورغ حتى هي تربح، كانت خاسره بواحد ولات رابحه بثلاثه. هنا نانت و سانتيتيان بليس 1.5 راه دخلات، يعني كما كتشوفوا الدراري. وهنا هاد الورقه اخرى هانتو شوفوا ثانيا ب 10 درهم عطيني 169 درهم، 169 درهم هانتو. ليفربول ثاني وبيتيس، بيتيس تعادلت واحد لواحد حتى ربحات الاشواط الاضافيه. شو هنا بورتو دخل، البارسا راه ربحات، وليفربول بليس 2.5 هي اللي ما دخلاتش. ليفربول هنا قتلتني واحد القتله واعره، يعني هانتو تاني ليفربول هنايا ورقة عطيني 59.81 لعبة بتلطاش. هانتا بورمون دخلات، بارسلونا دخلات، توتنهام دخلات، وسومتهامبتون دخلات. هاد الورقة هادي كانوا عاطيني فيها 27 كاش أوت ومختهاش أنايا، كنت ملاهي مع الوراق اللي قلت لكم لعبتها هو أتلانتا. سومتهامبتون اللي كيما قلت لكم هايت ماركي البيت تاني ماركيتو، هادا بيتيز وريت لكم قويلة، ستراسبورغ ماركي البيت الرابع، ستراسبورغ الراجا، الراجا هذا جديد والراجا. هنا البارسا تماركي البيت السادس، يعني وهنايا كون درت البارسا تماركي البيت السابع اللي زاد حنا داروا 6 لواحد، كانوا 6 البيوت، تزيد البيت السادس هنا كانوا 5 البيوت، كانوا 5 البيوت. كون درت تزيد البيت السادس السابع كانوا 6 البيوت، كانوا 5 لواحد. كون درت تماركي البيت السابع ويلي عطاو البارسا حيت ما بقى والو ديك الساعه دقيقه 90 ولا ماعرفت 91، عطاو البارسا 12 يعني 120 دولار بارده. المهم الدراري هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، انا راه بغيت نوريكم باش تعرفوا الطريقه اللي كنلعب بها، يعني بنادم يمشي على الماتشات. هانتو هادو ديال بورتو، شوفوا بورتو الدراري، بورتو انا عارفه غتماركي البيت الثالث وعارف الاخرى ما غاداش تماركي وما غتوصلش الشبكه كاع نهائيا حيت كنتفرج انا في الماتش. هانت لعبت على بورتو هنا بوحدها، ما لعبت معاها الاخرى تماركي لا والو، لعبتها بوحدها، لعبتها ب 20 دولار، عطاتني 33.34 لان 0.33 هما زادوني ديك الواحد. شو لا لا الدقيقه 70، شوفوا في الدقيقه 70 الدراري 70 ضربه الثالثيه، هادشي اللي كاين الدراري. يعني بنادم بغى يخدم دماغه بغى يخدم راه كاين ما يدير الدراري، كذب عليكم كذاب، كاين ما يدير. وكاين بنادم بغى يدبر على راسو راه كاين فاش يدبر على راسو هنا. المهم الدراري حنا غادي نمشيو للماتش ديال اليوم، الله تخدم هاد الكونيكسيون هادي ماتش ما عكست لينا انايا. المهم انا نقول لكم الماتشات، راني الماتشات عارفهم. عندنا غنلعبوا اولمبيك هذيك ليل، غنلعبوا ليل ونيس، وغنلعبوا هانوفر ولايبزيغ، وغادي نلعبوا الماتش ديال سباليون ديال الهويسكا وفالادوليد، وغادي نلعبوا هاد ديال افريقيا جوج الوداد ولي في ديك سيسكا موسكو وماميلودي، وغادي نلعبوا ديال الكاس ديال اسيا والفينال غادي نلعبوا حتى هو. ومشيت لعبت واحد الماتشات ديال الدوزيام ديفيزيو ديال هولندي، يعني جبت الفراق اللي كيكونوا فيهم البيوت، الماتشات اللي فيهم بيوت، يعني عزلت فرقه وحده غتربح وشي الاخر كلهم بليسات. واخا في ماروك ديجو دي سبورا غادي طاح تحوق، هادوك ديال هولندا واخا تلعبهم بليس 2.5 ولا بليس 3.5 ما غيعطوك على والو، كيعطيو على والو، غيعطوك 31 41 هادي الا لعبتي بليس 4،
يعطوك 41، الا لعبتي 2.5 راه غادي يعطيوك 21 ولا 18، ما يعطيوش على قطيع الطالي. المهم الدراري انا غنحبس الفيديو بما جات هاد الكونيكسيون اخوتي، انا هبط نطفي الويفي ونشعلو ونشوفو على الله لهدا الله. على سلامتنا الدراري، كونيكسيون رجعت. المهم الدراري، اول ماتش الاول انا كنرشح، من هنا نقول لكم انا كنرشح ليل غادي تربح، والماتش غادي يخرج بليس 1.5، ما غاديش يفوت بليس 1.5. لا طار البي طار تاعي ما غاديش يفوت ثلاثه البيوت، حنت ليل ما غاديش ماركي بزاف، لا ماركي تماركي جوج بيوت ولا ثلاثه، يا اما غيسالي بجوج لواحد ولا بجوج زيرو ولا بثلاثه لواحد. المهم هذا هو يعني بليس 1.5 كاينه، وليل غادي تربح، يعني ليل غادي تربح. ها كيما كتشوفوا النتائج ديال اللي راه ربحت مارسي، ربحت هذيك سيت، ربحت امينز، ربحت سيان، ربحت سوشو، يعني ليل غدا مزيان، ليل غدا مزيان حسن من هما. كيما كتشوفوا هنا نيس راه ماركت كتماركي الطير حتى هي كتماركي بيت ولا ما كتماركي والو. المهم كيما كتشوفوا هو قدامكم، عندكم ليل غدا تربح، والماتش غادي يخرج بليس 1.5. المهم هالماتش الاول غادي نحيدوه، الماتش الثاني وهانوفر ولايبسيك. لايبسيك هادشي اللي قلت لكم دارت المفاجاه في الماتش الاخراني، حيت الماتش الاخراني هو الماتش الوحيد اللي ربحاته لايبسيك. هانشوف ديسلدورف ربحت بربعة، خسرت بواحد، خسرت بثلاثة، خسرت بواحد، خسرت بواحد. هانشو هيرتا بيرلين وربحات الماتشات، ما ربحاش بزاف يعني الماتشات، خسرت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الماتشات متابعين. المهم عندنا تا هاد الفرقة هاد هانوفر تا هي ماشي فشي فرقة مزيانة، يعني بالنسبة ديال البيوتة ديالها وهادي راه مكتماركيش بزاف، وما كيتماركيش عليها بزاف. يعني هاد الماتش هذا الدراري انا نقول لكم يا اما غادا هما بعدا غادي ماركيو بجوجهم، يعني بوت تيم سكور، والماتش فيه بليس 1.5 وواحد النسبه قليله، واحد النسبه قليله يعني نسبه شويه على الاخرى، يعني لايبزيغ غادا تربح. هادشي اللي غادي نقول لكم انايا، واخا هما عاطين حنا 6 دراهم وعاطين هنا 1.53، ما تنساوش هادشي راه ولا فيه القوالب، هادشي ديال الكوطيات، حيت عارفوا بنادم كيلعب على الماتشات على قبل الكوطي، يعني كيمشي الماتش من الكوطي. لا انا كنقولها لكم، نعاود نقولها لكم الدراري، ملي تبغي تلعب شي ماتش في البيت خرج بالزربه وجي قلب عليه هنا، ودخل وشوف الماتش الفرقه اش كدير والفرقه اخرى اش كدير، عاد باش ترجع بفكره، ماشي من الكوطي يعني واحد 40 رابحه كتخسر بثلاثه كتبقى تشوف حتى كتعجب او كيفاش هادي عطينا 41 وخسرت، وسير قلب ديك الساعه في هنايا في يعني شوف الفرقه اش دايره، وديك الساعه تعرف علاش خسرت بثلاثه. المهم عندنا هاد هويسكا وفالادوليد، هاد الماتش هذا راه باين هذا فرقي بجوجهم ساكن شويه دايرين، يعني فالادوليد وهويسكا، انا هويسكا يعني هويسكا شويه قاصحه على فالادوليد وبالاخص في بلاده. هويسكا راه دارت واحد الماتشات كانت عجبتني فيهم، ها هي ضربت بيجيز بجوج لواحد. شوفوا الماتشات ديال هويسكا، يعني لاتليتيكو 3-0 ضربت بيجيز بجوج لواحد، دارت مع فيلاريال جوج جوج، ربحات الريال بواحد، خسرت مع اتلتيكو بيلباو بربعة، هذا راه عاقل عليه هذا في الكاس. هويسكا وليفانتي جوج جوج، ايبار جوج زيرو، خيطافي واحد لواحد، اسبانيول جوج زيرو، يعني فالادوليد كما كتشوفوا فالادوليد هي راه النتائج ديالها ماشي حتى اللي هي يعني ماشي شي حاجة. المهم هذا الماتش هذا انا كنرشح هويسكا تربح، ولا اكثرية غادي يخرج تعادل، اما تعادل اما غتربح هويسكا، والبيوت ما غاديش يفوت هذا بيت ولا جوج بيوت هذا كاع، حيت من النيفو ديالهم هاد بحال هاد الماتشات كتخاف منهم، يعني كتوقع حتى هي وفي الاخر يقدر يتفرقع بالبيوت. كيبقاو دابا على حسب الفرقه اللي غتماركي الاولى، لا ماركت فالادوليد غتجبد الصداع، ديك الساعه هويسكا غتنوض تبغي تماركي، الماتش غادي يتحرك وغيوليو فيه البيوت، عاد باش غنجيهم انا ياسين غادي نلعب ليهم على البيوت، غنضرب هادي البيت غادي نربحو معاهم شي حاجه. المهم دراري هذا ماتش واعر، هاد لوبي ستارت مع ديال نيجيريا مع الوداد. شوف الوداد شحال عاطينا الدراري، عاطينا 43، بنادم ما يمشيش بالعاطفه ويمشي حق بالوداد. حنا راه اصلا ما عندناش الكره، والله ما عندنا الكره بالله، انا ملي كنتفرج في اللعابه راه كيبقاو فيا، اقسم بالله لا كيبقاو فيا بالله، انا شي لعابه راه قلتها لكم شحال من فيديو، راه ولينا كنعرفوهم كثر ما كنعرف انا كاع قال الخوادري كاع كنعرفهم انايا، بقاوش ما كنسمعوا سميات، وما هو فتحه هو في الجيش، هو مشى الجديده، هو مشى للراجا، من الراجا مشى للوداد، و فهمتي الا طرات لي شي حاجه فهمتي يبقى فينا، حيت ولا بحال خونا بزاف. المهم الدراري البطوله عندنا مساليه، العوزه ولات عندهم افارقه، ولات عندهم كره،
كانوا واحد الوقت شويه دي دابا ولاو عندهم كره ولاو عندهم فرق واعرين وانتم كتشوفوا واش كيديروا يعني راه ولاو كيوحلوا معاهم لا مصريين لا المصريين كانوا كيقهدوا ليه العوزه ولكن دابا ولاو كيوحلوا معاهم. المهم هاد الجوج علاش عاطينا الجوج وما غتعرفوش علاش عاطينا الجوج شوفوا في بلادها شوفوا في بلاد هاد الفرقه الدراري شفتوا كلشي قدامكم في بلادها ياك شوفوا متعادله ماتش واحد ومتعادله ماتش ثاني خاسره فيه حتى الاشواط اضافيه شوفوا الدراري يعني رابحه كاع الماتشات شي علاش عاطينا جوج. المهم شوفوا الوداد شوفوا الوداد الدراري المهم دابا هاد الماتش هذا اللي غنقول لكم انا هو هاد الماتش هذا بانه غادي يسالي فيه البيوتا وغيسالي فيه بليس 1.5 وغادي تربح فيه هذيك لوبو ستارز انا غادي نلعب على لوبو ستارز وصافي. المهم يعني الماتشات اللي كنقول لكم انا فيهم الشك يعني بنادم يديرهم بوحدهم كتكون فيهم الهوته يعني فيهم فلوس وفيهم الشك نديروهم بوحدهم لعبوا مع البيوتا هذا ما عرفناش كيفاش طانو نلعبوا على البيوتا دخلت في الماتش ما عرفتش شكون اللي تربح لعب على البيوتا عارف فيه البيوتا نلعب على البيوتا فقط ما نلعب لا هادي خاسره لا هادي نديرهم يماركيو بجوج ولا ندير بليس 1.5 حتى اللي كيماركيو بجوج كتوحل فيها ندير انا بليس 1.5 الله يجعلها وحده تماركي ليا جوج فهمتوا حنت لا درتي ديك بو تيم سكور اللي كنقولوا حنا البيك يعني بيت في ماروك دي جو دي سبور بعض المرات ما كتماركيش لك فرقه وكيخرج فيه ثلاثه البيوت يعني كتقولي تقول كل لعبتوها بليس كاع حسن ليا من ديك بو تيم سكور فهمتي كيفاش ولا لا. المهم الدراري هاد الماتش هذا راه غيكونوا فيه البيوت وانا مرشح هاد الفرقه هادي تربح هادشي اللي كاين حنا كنهضروا يعني بالنتائج وكنهضروا بداكشي اللي كنشوفوا يعني من الوداد الوداد تقدر تزيرها وما يضربوش هادي ولكن غادي يضربوا البيش. المهم هاد الفرقه هادي كما كتشوفوا هنا يعني شوفوا 1.50 و 5.75 علاش هاد اسيك ميموزا عطينا 5.75 وعلاش هاد ماميلودي ساندا وعطينا هاد 1.50 حنا غادي نشوفوا يعني كتشوف فراقي يعني خاسره جوج ماتشات هاد الماتشات كاع اللي لعباهم هاد العام خاسره فيهم جوج ومتعادله عندك اسيك ميموزا راه ضربات الوداد بخمسة شوفوا الدراري يعني ماتشات كاين فرق يعني كاين فرق ما بين الفراق راه ماشي شدوا وعاطينهم يعني ماميلودي انا عارفه غادي تربح وغادي تربح ماميلودي هذا هو التوقع ديالي انا لهذا الماتش والماتش غادي يكونوا فيه جوج بيوتات ثلاثه البيوتات غادي يخرج فيه بليس هادي يعني يبقى الا كان غادي يخرج بليس على وحده لا ضربت هادي البيت اما الا كان غادي يفوت جوج بيوتات راه غتماركي هادي جوج صغير ولا قدروا يديروا جوج لواحد هذا ما كان. المهم الدراري الماتش ديال غدا واللي كلشي كيهضر عليه هو هذا ديال جابون وقطر هذا ماتش واعر والدراري خلينا من دابا الاقصائيات وهذا راه الفينال هادو راه الفينال وخاصكم نتوما تحطوا راسكم في بلاصه المدرب وفي بلاصه اللعابه باش تعرفوا كيفاش تخرجوا الماتش تخرجوا لي التوقع ديالو يعني بينو وبينكم الفينال هذا وهما عارفين الجابون واعره القطريين عارفين الجابون واعره شو جابون شحال عطينا جوج 15 والاخر عطينا ربعه عطينا ربعه الدراري واش نقول لكم الفينال عنده لعبو بوحدو الدراري يعني الفينال عنده لعبو بوحدو الفينال الفرقه ما كتبغيش تضرب عليه يضرب عليها بيش بالاخص في البريمير ميتا كتبغي تضرب تضرب شي بيت ولا اما الدوزيام ميتا راه اللعب كيتكرز يعني اللي رابحه كدا تنقص شويه بدا تلعب على كونتر اتاك باش ما تعادلش وتقولهم تيدوز الوقت ودي الكاس خاص دابا الكاس باي طريقه يعني باللعب ولا نتوما عارفين شحال من فرقه راه جابت حتى الفينال ولعب يربحوا بواحد ولا ماركي ولا بداو يطيحوا اللعابه فهمتوا كيفاش ولا لا بداو يطيحوا لكم اللعابه وما يبقى لا لعب لا والو خاصهم يديوا الكاس باي طريقه وصافي المهم يتسمى اللقب. هاد الماتش هذا انا الدراري انا كنرشح يعني كنرشح انا الجابون يعني الماتشات اللي بيناتهم شوفوا الماتشات اللي بيناتهم يعني الجابون ضربتهم 3-2 تعادلوا بواحد واحد ضربتهم الجابون 3 تعادلوا بواحد واحد يعني كما كنقول لكم قطر ماشي شي فرقه ما سهلاش يعني ماشي شي فرقه سهله حتى هي فرقه تبارك الله فرقه مزيانه ماتش غادي يدوز مزيان وغنتفرجوا فيه غدا ان شاء الله وغنتمتعوا بهذا الماتش هذا انا كنرشحهم بجوج غادي ماركيو بعدا يعني بجوج غيماركيو وغيكون بليس 1.5 يعني بجوج فراقي بجوج وما يوصلوش الشبكه وغادي ماركيو بجوج وما تماركي قطر وغات ماركي الجابون
ولكن انا اللي كنرشح كتبقى المفاجاه هنا. هذوما الماتشات ديالي انا، هادي البيوت وديال هادي يعني حتى الاخر لحظه، وكتشوف فرقه اللي كتزقل وكتلعب على كونتر اتاك، واللي بان لك تضرب البيش، هي اللي كتزرب عليها ديرها تربح ولا ديرها تضرب البيش. المهم الماتش هذا غيكونوا فيه جوج بيوت، غيماركيو الفراقي بجوجهم. والخبره ديال الجابون، انا كنرشح الجابون تضرب البيش، كنرشح الجابون يعني اللي كان شي مفاجاه غدا. حنا تمنينا يعني قطر ديال قبل حنا تعرب، وهذه بغيناهم يديو الكاس، ولكن العاطفه يعني ما كتنفع لها بوالو. انا ولد جديد البارح وتمارك البيت ديال الراجل الخامس والسادس، راني فرحت علاش؟ حيت كنربح انا جديده، ما غتعطيني والو، واخا فرق شي ما عندي ما ندير، راه خسرت تمارك على البيت. المهم حنا كرهونا في هادشي، علاش ولا فينا النص راجع والنص بارساوي والنص ريالي؟ راه ما عندناش كره في بلادنا، كانش عندنا كره في بلادنا راه ما نشوفو حتى شي فرقه. المهم حيت ما عمرك تمشي للسباليون وغادي تلقى شي واحد يقول لك ديما غاجا ولا ديما وداد، راه ما كايناش، كاينه كل واحد كيعرفها فرقته. المهم الدراري، هاد موسكرون وشارلوروا، انا كنرشح شارلوروا تربح، شارلوروا غادي تربح، شارلوروا غادي تربح، وغادي يكونوا فيه شي ثلاثة البيوت، هذا بلي جوج فاصلة على خمسة. هما الماتشات اللي قلت لكم، يعني الماتشات اللي قلت لكم، وهادو حنا غادي نمشيو ليهم من هاد الباج. اخوتي الله يرضي عليكم، قويله قلنا لكم كنسجلوا في فيديو، او شحال واحد يقول لك خويا انا مرتبان في الواتساب في اليوتيوب، خويا بغيتي نمرتك تبان تعيط. هانتو الدراري دابا هنا كتمشي لهادي، يعني من غادي نمشيو ندخلو الكلاسمون، غادي ندورو التليفون بحال هكا، غادي يعطينا جوج ديال لي باج. وا صافي اصاحبي، غادي يعطينا جوج ديال لي باج، يعني كيما كتشوفو هنا، هنا يمكن لك تشوف الترتيب، وهنا يمكن لك تشوف الفراقي لي لاعبين. المهم كيما كتشوفو الترتيب، حنا انا مشيت لعبت على الفراقي هنا في هاد الدوزيام ديفيزيو ديال هولندا، لي ماركين بزاف وماركي عليهم بزاف، يعني لي كيماركيو بزاف هما اصلا كيماركيو بزاف كلهم، لاعبين 22 ماتش، ما كتلقى حتى شي وحده ماركيه 19 ولا ماركيه 18 ولا 22، فهمتي كيفاش؟ هانتو كاينه وحده دودريخت هاد هيلمون فقط 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 فقط، من غير هانتو شوفوا من الفوق 42 42 38 44 41 51 28 30 41 33 29 29 25، كلشي 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 ماركي فوق المعدل، وماركي عليهم فوق المعدل، يعني لاعبين هما 22 ماتش كتلقى ماركي عليهم ديما، كاين ماركي عليهم جوج بيوت، وكيماركي حتى هما جوج بيوت ولا، فهمتوا كيفاش؟ هادشي علاش انا مشيت هاد الماتش هذا، راه غادي يخرج بلي 2.5، هاد الماتش غيخرج بلي 2.5 وغتربح فيه سبارتا روتيردام، هذا غيخرج اس، غيخرج اس هذا، ما قلت لكم لا بيوت لا والو، غيخرج اس وغيكون فيه بليس 1.5. هاد ماستريخت هذا كما كتشوفوا راني ما علمتوش، عندنا هذا تا هو غيخرج بليس 2.5، هذا بليس 1.5، هذا بليس 1.5، هذا بليس 1.5، وفوق منها راه كيبقى غير ريسك. حنا علاش كنقول لكم انا بليس 1.5 الدراري، ما كنمشيش ناكد لكم على بليس 2.5، حيت بليس 1.5 انا كنمشي للمضمون، المضمون الدراري، الحاجه اللي مضمونه، يعني انا واخا كنكون عارف الماتش غادي يكون فيه اكثر من بليس 2.5، كنلعبوا غير بليس 1.5 المضمون، فهمتي؟ باش ندخلو رايقاش. المهم الدراري هما الماتشات قدامكم، يعني حنا سالينا من هادشي، ها الماتشات قدامكم، يعني هادو كلهم غادي تلعبهم بليسات، الا هادي انا اللي اختاريتها غتربح، اللي بغى يلعب معايا يلعبها، هادي دوس غادي تربح. انا راه ما كنبغيش نقول لكم تربح، راه فيا من نقول لكم هادي تربح هادي تربح هادي تربح، راه باين، فهمتي ولا لا؟ راه كيبان لك فراقي اللي احسن من هادو، ولكن لا، حنا كنلعبو على هادو، هذا غادي نلعبهم غير بليسات بوحدهم، هادو كيضحكو بليسات كيضحكو، انا هادي اللي غنلعبها بوحدها غتربح. ليل غادا تربح وقلنا بليس 1.5، هذا بليس 1.5 وتقدر تربح لايبسيك، هويسكا وفيلادوليد، يعني اما غتربح هويسكا اما غادي يخرج تعادل، يقدر يخرج 0-0. المهم الوداد انا رشحت الفرقه الاولى، ماميلودي غادا تربح، الجابو راه قلت لكم يعني غيتماركاو فيه جبيوش وغيماركيو فراقي بجوج، وغادا تربح الجابون الدراري. شالور واد موسكرون راه غادي يخرج بليس 2.5 وغادا تربح شارلوروا، شارلوروا ديما كتعطل في البيوت كيتماركي عليها في الاول، يقدر يخرج اس دوس هاد الماتش ولا اس اكس، عقلوا عليه، عقلوا على هاد الماتش، يقدر يخرج اس دوس ولا اس اكس، وعندكم هاد المايتشات. يلا الدراري ساعتكم سعيده، والله يهنيكم ونتمنى لكم كلكم التوفيق الدراري وبصحه، يعني بنادم يعرف كيفاش يعزل هاد الماتشات. انا راه بارك عليا
كن يعني كنلخص لكم داك البروغرام اللي عامر بالماتشات وقوة تخربيق هما هما قدامكم. هادي بنادم يشد هاد الماتشات اللي حطيت انا وتفكر هذيك الهضره اللي قلت انايا ويخدم على هاد الميتشات ويقاد وريقات ويلعبهم في يد الله. ولا مكتب لك شي حاجه ومكتب لك شي رزايق راه غيجي حتى لعندك. يلا الدراري هادشي اللي بغيت نقول لكم، راني وصلت الميساج وتصبحوا على خير وتهلاو ليا في راسكم. يلا تهلاو ليا الدراري في راسكم.